دبلوماسية الزلازل بعد الغارة اللي صارت؟ هو إلى حد ما في واحد يربط بيناتهم، وفيك حتى تربط اللي صار بكفر سوسة وكمان بالسويدة مع كلام السيد حسن نصر الله من يومين، يعني بيّن أنه في مسارين، وكان هذا زميلنا حسين حكى عنه الموضوع من فترة. كان في مسار انفتاحي أخذ جرعة أكسجين بدبلوماسية الزلازل، بلش نحكى عن انفتاح عربي، عم نحكى عن زيارات لبشار الأسد إلى بعض الدول العربية. في مسار آخر مضاد ومعاكس تماما، عم بيبين بأكثر من مطرح، يعني بالمكان الآخر في انقلاب على الحدث الأساسي اللي صار بتشرين الماضي، اللي كان حدث الترسيم، واللي يومتها قيل أنه هذا الترسيم كان بلبنان مقابل بغداد لإيران. وإذا بتشوف خلال 5 أشهر صار انقلاب كامل على هذا المسار. بإيران ما صار في أي حلحلة للأزمات الداخلية، بالعكس صار تطورين كبار، أصف أصفهان، وقبل أيام إعلان أمريكا أنه خليفة الظواهري زعيم القاعدة مقيم في إيران. باليمن ما تغير شيء، بالعراق انقلاب كامل على وصول السوداني اللي بيّن أنه القازمي رقم 2 صار أقرب من القازمي إلى الأمريكيين مع كل ما يعني ذلك. في سوريا محاولة إدخال الإمارات والسعودية وتركيا أكيد على حساب النفوذ الإيراني، مما أدى إلى مناخ وكأنه حدث الترسيم في لبنان مقابل نفوذ إيراني في بغداد تم الانقلاب عليه بالكامل. لي في قراءتين، في قراءة بتقول أنه دخول إيران على الحرب الأوكرانية عبر الدرونز هو أجج الصراع الإيراني الغربي يلي بلش مع الثلاثي الأوروبي، ألمانيا فرنسا بريطانيا، وانتقل إلى الأمريكيين. في قراءة بتقول لا، الأمريكي نتيجة تعثر بوتين بحرب أوكرانيا بات الآن مرتاحا على وضعه، بل متغولا، حتى أحد الدبلوماسيين الأمريكيين استعمل الكلمة متغولا في 3 ملفات، في ملف عم بيتشدد يعني، في ملف أوكرانيا وفي ملف إيران. بس بكل حالات واضح أنه هذا الأمر عم بينعكس سلبا على الساحة اللبنانية. انتهى موضوع الترسيم، كلام السيد حسن نصر الله هلأ بنحكي عنه بيّن وكأنه تلويح وتهويل بالانقلاب عليه، وكأنه رح يطلع كل صفقة الترسيم بيطلع حقها ماتشين مونديال. نحكي الأمور بتبسيط بشبرحة. أكيد انطباعي أنه في حدا أوهم حزب الله أنه صفقة الترسيم صفقة كتير كبيرة، وأنه الأمريكي خلص صار بيشتغل عنا. بدليل قاطع على ذلك بتشرين استاذ جورج، إعلام قريب من حزب الله اعتبر أنه أزمة استجرار الغاز والكهرباء من الأردن والمصر عالقة عند البنك الدولي مش عند الأمريكان، وكتبوا حرفيا أنه هلأ هوكشتاين على أساس صار الرفيق الأخ المجاهد هوكشتاين قدر يضغط على البنك الدولي، واكتشف مين اللي عم بيعرقل، واحد اسمه أكسل فان تروتسنبرغ قال هذا هو اللي عم بيعرقل، وهلأ هوكشتاين رح يحللنا إياها. فاعتبروا أنه الترسيم خلص صار هوكشتاين بيشتغل عنا ورح يحللنا كل أزماتنا هون وبالخارج. نعم. طيب اليوم اللي عم بقوله أنا ب4 أشهر اكتشفوا أنه مش مزبوط، يعني إذا كان في شيء بالترسيم نوع من طعم، الأمريكان أكلوا الطعم وتركوا لهم الباقي. فمشان هيك إن كان الحزب يلي اعتبر أنه طب عملنا كل اللي عملناه تنوصل لهون، وهذا الشيء ذاته كمان موجود عند حلفائه الآخرين. نعم. يلي اعتبروا أنه سلموا إسرائيل 1430 كيلومتر. انتبه، أي متى طلع هذا الكلام؟ من بعد 24 أو 48 ساعة لإعلان إسرائيل بداية التصدير من كريش يلي تنازلوا عنه وقدموا. كيف برأيك رح يترجم كلام السيد؟ هيدا جزء. في جزء آخر أنه طب في مأزق بالداخل بدك تكبه على حدا، أهين شيء أنك تكبه على الأمريكي. طب قديش طالع من المصارف اللبنانية؟ 10 مليار. طب ما كان في ودائع 170 مليار، ال 160 وين هني؟ ما نحن اللي تأمرنا على حدا. فمشان هيك المأزق اللي نحن موجودين فيه عم بيحاولوا أنه كلهم يكبوا، يعني يكبوا كل واحد يكبوا على الآخر من دون ما يوصلوا إلى أي نتيجة. آخر محاولة للحل كانت مؤتمر باريس، هلأ إذا بدك نرجع نحكي عنه، اصطدمت بحائط مسدود. هذا الحائط المسدود عم بيرتد تصعيد عند كل الأطراف، شفنا إلى لا مكان اليوم.
بس بدي تفصل لي هون يعني لما جبران باسيل بيقول الرئيس اللي جاي على ظهر الفوضى مثل اللي جاي على ظهر دبابة إسرائيلية، لما سليمان يعني فرنجية بيرجع بذكر بال65 ولكن بحضور ال86 بيكون رئيس ميثاقي. نعم. كمان اجتماع باريس، وانت كتبت مقال عن هالموضوع هيدا وعن أسرار اجتماع باريس. تفضل اعمل لي قراءة بكل هيدي العناصر بسرعة. جبران باسيل هو كلام مأزوم وبفهمه أنه يكون مأزوم، لأنه تماماً مثل ما حكينا عن موضوع حزب الله بالترسيم، جبران باسيل استثمر في الترسيم، استثمر شخصياً، يعني جاب ميشيل عون، خلف له كلامه، نقض اتفاقه، أسقط خطه يلي كان مسميه خط ميشيل عون خط 29، تنازل عن 1430 كيلومتر حتى أنجز هذا الاتفاق. إجا من بعد 5 أشهر على هذا الإنجاز يشوف أنه ما قدر ياخد شيء، كل اللي قدر ياخده حساب مصرفي يعني بقطر، ومثل ما قلت ماتشين مونديال، فمشان هيك تفهم انه يكون عايش هذا المأزق. هلا التعبير عنه بعتقد ما كان موفق، يعني الكلام عن رئيس بمفهوم ووجدان التيار الوطني الحر، هذا التيار المناضل اللي حاطط 6000 معتقل بفتره 90 2005، تيجي تقول له رئيس واصل على الدبابه الاسرائيليه، مين المقصود؟ مقصود بشير الجميل؟ طيب يا جبران باسيل وقت صدر حكم الاعدام على قاتل بشير جميل نزلت قعدت بالصف الاول بالاحتفال، اذا المقصود امين الجميل، امين الجميل عين ميشيل عون قائد جيش بال84 وعينه رئيس حكومه عسكريه وقت اللي فل، فمشان هيك التعبير بعتقد بمنطق هذا الطرف منه موفق، مشان هيك كنت عم بقول ما كان موفق بالكلام. كلام سليمان الفرنجيه هو محاوله استلحاق الوضع الرئاسي اللي عم بيكرروا للمرة الثالثة، انه الطائف نحن مصرين على الطائف، ملتزمين بالطائف، بالوقت يلي السعودية وقيل انه بباريس كذلك الامر انحكى بشكل صريح انه سليمان الفرنجية عنده كلام واضح ومكتوب آن الاوان لتغيير الطائف، عنده كلام واضح ومكتوب بانه انا مع الموقف الذي يعلنه حزب الله في اليمن، وعنده كلام واضح ومكتوب لحظة عملية اغتيال قاسم سليماني. ولذلك بباريس لما الفرنسيين حاولوا يطرحوا انه فلنثبت منهجيا قاعدتين، قاعدة اولى انه في مرشحين رئيسيين بيناتهم سليمان الفرنجية، وقاعدة تانية امكانية البحث عن مرشحين اخرين، السعوديين قالوا هذا الموضوع خارج البحث، لن نقع فيه مرة اخرى. يعني بشكل اخر كان في محاولة لتكرار تسوية 2016 على طريقة انه بناخد نحن سليمان الفرنجية رئيس جمهورية، عم نحكي حزب الله، واخدوا رئيس الحكومة يلي بدكن اياه. كان الجواب لحد هذه اللحظة انه جذبناها مع ميشيل عون وسعد الحريري، وميشيل عون ما كان قريب لإلكن قد سليمان الفرنجية، وسعد الحريري ما له اليوم موازن في الساحة السنية، ووقتها ما زبطت، كيف بدها تزبط هلا؟ طيب بالنسبة لكلام، بالنسبة للي انحكى بلقاء باريس عن الكلام اللي على لسان رئيس تيار المرد سليمان الفرنجية، يعني وين هذا الكلام من قال عن الطائف وعن انه آن الأوان لتغيير الطائف، وين هذا الكلام من قال؟ حديث لسليمان الفرنجية بجريدة الأخبار، وكانوا بعض السفراء تداولوه وطالع معشات كان هيدا نقل عن لسانه ولا هو قاله بحديث يعني كمان يعني جريدة حسين ايوب جريدة الاخبار بعتقد جريدة الاخبار يعني في صداقات بينهم وبين رئيس تيار المرده بيقدروا يوضحوا هالامر لا لانه هو بمواقفه الاخيره عم بيحكي عن الالتزام بالطائف مش انا عم بقول لا بس انا عم بستفهم وهذا اللي تداولوه السفراء نقلا انه وقتها بعتقد او مانشيت او بس هو بكلامه الاخير عم يعني هو بدك صحيح صحيح بدك تعتمد على الكلام اللي طالع ولا على الكلام المنقول او هو بكلامه عم بيقول انه هو ملتزم مع الطائف ومع العلاقات العربيه ومع يعني هيك هيدا كلامه يلي بالفتره الاخيره عم نسمعه وعم بيرددوا دائما ومشان هيك السفراء رجعوا قالوا هيدا كلام اخر صادر بشكل واضح ومش بجريده معاديه له يعني مش بإعلام معادي لسليمان الفرنجية لا بجريده الاخبار